عسلامة، مرحبا بكم مع أمولة. بنت اليوم خبز مبسس على كيف كيفكم، وإلا خبز رمضان بنين برشا وفاوح من غير حليب ومن غير يغورد، زادا كيف كيف بنينة برشا الخبز هذية، والغوصات كيف كيف سهلة. دونك خذيتوني كاس تقريبا 200 مليليتر حليب، سامحوني، ماء دافي، وزو حطيت زوز ساشيات تخميرة نتاع الخبز، باش نضيف لهم مغرفة معناها سكر، باش نخليهم هكا شوية مغرفة صغيرة سكر، يعني نخليهم شوية هكا يتفاعلوا مع بعضهم قبل ما نمشي نضيف بقية المكونات اللي هما باش نستعمل. معناها هوني قد الفرينه، قد معناها سميد، تقريبا خديتوني 250 غرام فرينه و 250 غرام سميد ارطب اللي هو سمو الفين. قد خديت، شنو تنجموا تاخذوا معناها سميد اكثر ولا فرينه اكثر، المهم انا خديت رطل بيناتهم زوز. هوني 60 مليلتر معناها زيت زيتونه، باش نضيف هوني رشه ملح صغيره، وباش نبدا بطبيعه الحال، وباش نضيف الكركم بطبيعه، هذيك علاش يكون خبز هكا فاوح ومبسس بزيت زيتونه بنين برشا ومشتهي الحقيقه على الطاوله نتاعنا، خاصه في شهر سيدي رمضان. دونك هوني باش نبدا نعجن بشويه، نضيف الماء الدافي، ويزمني نعجنها بالباهي. العجينه تحبوا تحطوا في الغبوه تنجموا، لكن انا هكا حبيتها باليد، خاطر ديما بطبيعه الحال احنا ونوعيه الفرينه ونوعيه السميد ديما نخدموا هكا بشويه، نعجنوها حتى لين تكون العجينه رطبه وسوبل بالباهي. مهم برشا نعجنوها تقريبا بين 5-8 دقائق، نعجنوها بالباهي، كل مره نضيفوا الماء الدافي ونعجنوا بالباهي، خاطر بطبيعه الحال كيما نعاود نقول السميد وانا الفرينه يشربوا. خليتها انا تقريبا نصيف ساعه، ومن بعد رجعت شكلت هكا كعبيرات صغار، حطيت البلاتو نتاعي، حطيت هوني بابي كويسون، الفرن نتاعي على 200 درجه، وباش نعمل الاشكال بالشكل هذا تنجموا تعملوا كيفي، والا تعملوا اشكال انتم تحبوا عليها في الخبز البسس نتاعكم. عملت هكا كعبيرات صغار، ومن بعد هوني عملت كيما الظفره، يعني ما شاء الله معناها الرطل اللي عملنا خير وبركه الكميه. مهم برشا احنا معناها نعجنوها العجينه، نعاود نقول مهم برشا العجينه تتعجن بالباهي، هذه المرحله الاولى، ومن بعد ما نكمل انا نشكل الكعبات نتاعي نتاع والا الخبيزات نتاعي الكل. هوني حبيت كيما قلت لكم ظفره، هوني حبيت نعمل بالشكل هذا، عملت زيد شكل معناها زوز هكا امي ربي فضلها لنا، كانت ديما تعمل لنا واحنا صغار، ومازالت الحقيقه هكا كيبدا في رمضان تعمل لنا. دونك حبيت نعمل لبناتي كيما كانت امي تعمل لنا، ومازالت كيف كيف، هذه هي اللي نسميها انا كيما الكعكه الصغيره. دونك عملتهم انا لبناتي زيدا، ربي فضلهم لي، وانتم ربي فضلكم ما عندكم. شاركتكم انا الاشكال هذه ولا بالطريقه هذه الخبيزات شكلتهم، تنجموا انتم تعملوا كيفي ولا تعملوا حاجه اخرى تشتهيوها. نعاود نغطي بطبيعه الحال ونخليها ربيع ساعة أخرى، مهمة برشا العجينة يلزمها ترتاح باش يجينا بعد خبز هشوش وبنين وفاوح على كيف كيفكم. حطيت هوني أصفر معناها معناها أصفر بيضة، وضفت له مغرفة صغيرة خل، تنجموا تعملوا الحليب وندهن هكا من فوق، وبطبيعة الحال باش نرش عليه شوية معناها سمسم سينوج، تنجموا اللي تحبوا أنتوما تنجموا تحطوها هكا باش تفوحوا هكا وتعطيوا منظر المزيان للخبيزات نتاعنا. نعاود نقول الفرن نتاعي على 200 درجة، سامحوني نكمل ندخل الخبيزات نتاعو تشوفوهم. مرحله الاولى نعجنوا بالباهي العجينه، ومرحله ثانيه خليوها ترتاح ربيع ساعه، قد ما ترتاح الخبيزات نتاعنا بعد ما شكلوهم، قد ما يجينا هشوش وبنين تشوفوا من بعد، يعني كي خارج من الفور حاجه روعه وبنينه برشا، والكميه خير وبركه. شاركت معاكم هذايا اكثر من مره، ونعاود كل مره كي باش نصور، يعني نقول يلا بوركوا با نبارطاجي مره اخرى. لا استعملنا حليب، لا استعملنا حتى شيء، استعملنا كان الماء، بنين برشا الخبز هذا ومشت كيما قلت لكم على الطاوله نتاعنا. هذوما هما الخبيزات نتاعي، حضروا مازالوا سخان كالعاده باش نوريكم، نحل ونوريكم بنين على الاخر وخفيف ما شاء الله. دونك انا تقريبا في الفور 200 درجه 20-25 دقيقه الخبيزات نتاعي هوني حضروا، شوفوا هوني قديش طري وهشوش، مازال سخون نعاود نقول باش نحل هكا ونوريكم بنين برشا. تبعوا فقط المراحل اللي انا عطيتهم لكم، تنجموا اذا عندكم حليب تعوضوا الحليب بالماء، لكن انا ما عنديش، دونك استعملت الماء في العجينه، والنتيجه هيا قدامكم حاجه روعه. وشوفوا هوني قديش خفيف وهشوش الخبز نتاعنا، صحه وبشفاء ليكم، ربي يفضلكم الناس الكل. شكرا على تعليقاتكم الحلوه، شكرا ليكم الناس الكل على كل غوصات نزلها تجربوها. يلا امشيوا زادا تجربوا الخبز هذايا، وترجعوا لي كالعاده في التعليقات، ربي يفضلكم الناس الكل. نعاود نقول انا استعملت الماء، كان عندكم الحليب تنجموا تعوضوا، اما راي النتيجه كيف كيف هاي قدامكم. في امان الله، خبز المبسس ولا خبز رمضان الفاوح المبسس بزيت زيتونه على كيف كيفكم مع اموله. بسلامه، في امان الله الناس الكل. ما تنساونيش كالعاده من لايك والبختاج، وتابعوني على حسابي على اليوتيوب كيتشن امال تونيزيان. بسلامه.